يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في بلادنا من يستدل بجواز التوسل بالذوات وبذات الصالحين وبذات النبي صلى الله عليه وسلم ببعض عبارات وكلام وأقوال الإمام الذهبي في بعض كتبه، وخاصة في سير أعلام النبلاء، حيث إنه قد قرر إنه يجوز التوسل بالذوات، فما العمل في ذلك؟ يا أخي، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما وافق الدليل من الذهبي وغيره، أما خالف الدليل لا يقبل حتى ولو قال به الذهبي أو غيره. نعم، الحمد لله، الله جل على لنا ميزة أن نرجع إليه. قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما هو الدليل على التوسل بالذوات أو بالجاه؟ ما هو الدليل؟ لا دليل على ذلك. نعم.